بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد. السلام عليكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الموسوعة الحسينية. في حلقتنا لهذا اليوم سنتوقف عند قراءة في كتاب ديوان الإمام الحسين عليه السلام من الشعر المنسوب إليه. لا يختلف اثنان أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا في أعلى مستوى من البلاغة والفصاحة، فهم الذين لا يقاس بهم من هذه الأمة أحد، وهم أمراء الكلام وسادة البلغاء وأرباب المتكلمين، كما عبر عنهم سيدهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: وإنا لأمراء الكلام وفينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه. وللأئمة المعصومين عليهم السلام أشعار مبثوثة في الكتب، وقد جمع للإمام الحسين عليه السلام ديوان، ولكن ألحق به ما ليس منه. من هنا انبرى العلامة الحبر الشيخ محمد صادق الكرباسي للكشف عما التبس على الكتاب والمؤلفين في استخراج الشعر الذي صحت نسبته في هذا الكتاب. فقد سخر الكرباسي جهوده وقدرته في التحقيق والتحليل والتمحيص في المادة التاريخية والأدبية، وبذل قصارى جهده في الحصول على النتائج الصحيحة، متخذا الحقيقة منهجا كعادته في كل بحوثه ودراساته. ورغم المادة التاريخية الضخمة التي تجمعت لديه، إلا أنه استطاع تذليل العقبات ليخرج كتابه مادة غنية للباحثين والدارسين. وقد أشار إلى ذلك في باكورة عمله في هذا الكتاب بقوله: وجدنا أنفسنا في هذا الباب أمام تراث كبير، ولم نكن نتصور في بادئ الأمر أن هذا الفصل سيتحول إلى باب مستقل بحد ذاته ليستعرض فيه كل ما صدر عن الإمام الحسين عليه السلام من النثر والشعر، إذ الكم الهائل من هذا التراث العظيم أخذ يفرض نفسه على تقسيمات الأبواب والفصول. وقد اختار كلمة ديوان ليتماشى مع العرف السائد على هذه التسمية، وللدلالة على أن محتواه هو شعر فقط. يستعرض الكرباسي في باب البيئة الشعرية الشعراء الكبار الذين كانوا على قيد الحياة عند ولادة الإمام الحسين عليه السلام، ويترجم حياتهم ومواقفهم من الإسلام، وهم أمية بن أبي الصلت، وميمون بن قيس الملقب بالأعشى، وعامر بن الطفيل، ودريد بن الصمة، ولبيد بن ربيعة. ثم يذكر الشعراء المخضرمين الذين عاشوا في الجاهلية والإسلام، والذين التقى عليه السلام بقسم منهم، وسمع لبعضهم، وعايش وحاور آخرين منهم. وفي باب اهتمام الإمام بالشعر يصور الكرباسي البيئة المتذوقة للشعر التي عاش فيها الإمام الحسين، فكان عليه السلام يعير اهتمامه للشعر والشعراء، ويروي الكرباسي قصصاً عن ذلك من المصادر المعتبرة. أما عن شعر الإمام الحسين عليه السلام فيذكر الكرباسي المهتمين به والذين ذكروا أشعاره، إما مستقلاً بكتاب أو ما ذكر ضمن أدبه العام من خطب وكلمات. ثم يستعرض ما جمعه القسم الأول منه تحت مسمى الديوان، وهم أبو مخنف، ديوان أبي عبد الله الحسين عليه السلام، عبد الله بن أحمد المعروف بابن الخشاب البغدادي النحوي، شعر مولانا الشهيد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ويعتقد أنه نفس تأليف أبي مخنف بخط ابن الخشاب مع احتمال إضافات، نسخة مجهولة المؤلف بعنوان ديوان الإمام الحسين في مكتبة بايزيد في اسطنبول بعنوان نصح الأبرار، ونسخة أخرى بعنوان المخمسات مرتب على الحروف الهجائية، وهو منسوب للإمام الحسين عليه السلام، عثر عليهما الشيخ أحمد الصابري وضمنهما في كتابه أدب الحسين وحماسته،
وأشار إلى الاختلاف في النسختين. الشيخ محمد حسين محمد باقر البير جندي القائني جمع شعر الإمام الحسين عليه السلام ضمن جمعه لأشعار الأئمة المعصومين عليهم السلام دون شروح، نسخة مجهولة المؤلف فيها شروح المخمسات. محمد عبد الرحيم السوري ديوان الحسين بن علي شرح قصيدة الحسين مجهولة المؤلف بخط الحسين بن محمد الحدادي ضمن مجموعة كتبها خواجة زاد محمد وجيه الأزميري. كما اعتمد الكرباسي على مصادر أخرى ضمت أشعار الإمام الحسين عليه السلام ضمن أدبه العام من خطب وكلمات ورسائل، ومجموع أشعار الأئمة منها أدب الحسين وحماسته للشيخ أحمد الصابري، موسوعة كلمات الإمام الحسين تأليف أربعة من الباحثين وهم محمود الشريفي وحسين الزينالي ومحمود أحمديان ومحمود المدني، أشعار أئمة الإمامية مجهول المؤلف بخط علي أكبر علي، أشعار المعصومين تأليف السيد حسين جعفر الموسوي، ديوان المعصومين تأليف محمد علي محمد طاهر المدرس عبير الرسالة، الأشعار المنسوبة لأهل البيت عليهم السلام تأليف مرتضى محسن السندي. وبعد أن يذكر الكرباسي الموارد التي استقى منها في بحثه يسلط عليها مجهر بحثه ليكشف عن الخيوط المشتركة والمنقطعة بين القصائد والمقطوعات عبر لغتها ومصادرها واتجاهاتها وسندها، فيبدأ بالمخمسات التي استبعد أن تكون له عليه السلام لاعتبارات تاريخية وفنية وأسلوبية وسندية لا تدع مجالا للشك. مشاهدينا، يتوسع الكرباسي في بحثه ليكشف لنا أن الخطأ لم يقع في نسبة القصائد فقط، بل تعداه إلى الدواوين، حيث اشتبه بعضهم فنسب ديوان الشاعر حسين بن مطير الأسدي وهو من مخضرمي شعراء الدولتين الأموية والعباسية إلى الإمام الحسين عليه السلام، كما نسب البعض الآخر ديوان الحسن من شعر الحسين للشاعر الحسين بن عبد القادر الكوكباني اليمني إليه عليه السلام. وفي خضم هذا الخلط والاشتباه انبرى الكرباسي لتوضيح كل هذه الأمور الملتبسة بدقة، مقدما الرأي الصحيح والصريح وبأدلة قاطعة وبراهين ناصعة، ثم يحيط باتجاهات عديدة حول نسبة الشعر للإمام الحسين عليه السلام من خلال أبواب الحسين والشعر وشعر الرؤيا وشعر الإعجاز وآثار النقل والطباعة وظاهرة الديوان وغيرها من الأبواب قبل أن يطلق شراعه في بحور الشعر المنسوب إلى الإمام الحسين عليه السلام ويضعه تحت مشرط التشريح والتحليل والنقد. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الموسوعة الحسينية، شكرا لطيب الإصغاء، في أمان الكريم.